تظاهر المئات من اهالي ام الفحم والمنطقه بعد صلاه الجمعه للاسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على تصاعد العنف والجريمه وتواطؤ الشرطه مع عصابات الاجرام في المجتمع العربي وانطلقت الاحتجاجات من امام ساحه البلديه وصولا الى المدخل الرئيسي للمدينه فيما رفع المتظاهرون لافتات مندده بتواطؤ الشرطه مع الجريمه والمجرمين مؤكدين على استمرار احتجاجهم حتى وقف سفك الدماء في المجتمع العربي وتتصاعد الاحتجاجات في البلدات العربية علي مدار الاسبوع حيث خرجت ايضا تظاهرات في كل من باقة الغربية والتمرة وكفر قرع ضد استمرار جرائم العنف وضد تواطؤ الشرطة مع عصابات الاجرام